كابتن اشرف، ازاي حضرتك؟ ازيك كابتن كريم؟ منور. الله يخليك حبيبي، ربنا كله تمام. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله رب العالمين. الامور احسن الحمد لله، نحمد ربنا الحمد لله كله تمام. الله يخليك يا كابتن اشرف. طبعا هبدا بماتش مصر وبلجيكا. اه طبعا، كنت الواحد قاعد بيتفرج كان مبسوط من اداء المنتخب المصري. بص، هي كده نقول ايه، الواحد سعيد وحزين في نفس الوقت. الواحد سعيد جدا على اداء المنتخب وعلى النتيجه طبعا، وعدم الرهبه من فرقه بحجم بلجيكا. والناس اللي تقلل من الفرقه في التوقيت ده طبعا صعب جدا، لان انت الفرقه دي بتلعب اخر مباراه وهي رايحه عشان النهائيات على طول، فاكيد ان هم بيحاولوا يوصلوا لاعلى مستوى ليهم عشان يقدروا ان هم يادوا بشكل كويس. تمام. لكن لما تيجي تتكلم على اداء المنتخب، طب ما الكلام ده كان يعني ما دام موجود عندنا، طب احنا كنا فين؟ تخيل انت بعد النتيجه زي دي وانت رايح على كاس العالم. الموضوع كان هيبقى مختلف تماما، يعني ان تحس ان انت بقى معنويا عالي جدا، ان اذا كان احنا مبسوطين واحنا مش رايحين. فتخيل لو احنا بقى كنا موجودين في كاس العالم بالاداء اللي اتعمل دوت. انا مش عاوز اقول برضو ان الاداء بنسبه 100%، لا، لكن انت تعاملت مع المباراه بشكل كويس، بدون خوف بدون رهبه. اه طبعا انت يعني عندك هدوء شويه في الاداء، مش مضغوط ان انت المباراه طبعا مباراه وديه، ومش قلقان ان في ممكن اي نتيجه ممكن تبقى تخسر او حاجه، فعشان كده لعبت بشكل كويس. لكن لما تيجي تشوف طريقه اللعب، الاداء اللعيبه اللي موجوده في الملعب، لا، في اداء كويس جدا. يعني الناس كلها كانت بتتكلم على 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 بعض اللاعبين ونسيت بعض تاني. يعني انا شايف ان اكتر اتنين او احسن اتنين ادوا في المباراه تريزيجيه والنني، ومعاهم اكرم كان بيأدي بشكل كويس. مش عارف، انا سمعتنيش، انت كنت جاي في الطريق. لا، الكلام ده انا قلته والله في المقدمه غير ما اتكلم مع حضرتك. اه طب كان باين للناس كلها. احنا اللي ممكن يكون هو المنتخب كله جماعيا كويس، بس في عناصر كانت ظاهره قوي. اللي لعب كوره وفاهم كوره كويس وجوه الموضوع هيقرا الشكل الفرقه والاداء بشكل مختلف شويه، يعني اللي بيتفرج ومستمتع. محمد صلاح ادى بشكل كويس، يعني الثرو باس اللي اتعمل ده مش اي حد ممكن يعمل، يعني بيتعمل بشكل كويس وفي تقل في الاداء. صح. يعني لعيب كبير بيعمل الكره زي دي، التحرك فيها بشكل كويس، حتى مصطفى محمد تحركه ان هو نزل خط خطوتين ادى مساحه لتريزيجيه يتحرك فيها بشكل كويس. تريزيجيه من اول المباراه هو اكتر واحد بيوصل للمرمى لفرد بلجيكا. صح. التعامل يعني كورتوا ده من احسن الحراس المرمى اللي موجودين في العالم، يعني مش حارس مرمى قليل ان انت تتعامل وتوصل كده وتعمل كده. لكن الواحد الحزن بقى اللي عند الواحد او الزعل اللي عند الواحد، ان انت بعد الاداء ده وانت مش موجود. وجودك في بطوله زي دي طبعا، يعني خصوصا ان انت كنت في البطوله اللي قبلها كنت موجود. وخروجنا البطوله قبلها